مجددا مشاهدينا، وفي حلقتنا لهذا اليوم نتحدث في ذاكرة الأيام حول ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وكلنا نعلم هذا الحدث العظيم وهو ذكرى ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وكيف أن الله بارك تلك النطفة الطاهرة من الجنة حينما أسري بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وحين يعني قضى قضمة من تلك التفاحة التي أصبحت في صلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت فاطمة سلام الله تعالى عليها. فكان النبي صلى الله عليه وآله كلما اشتاق إلى ريح الجنة يشم فاطمة ويقبلها، وكان يتذكر ريح الجنة بسيدتنا ومولاتنا سلام الله تعالى عليها. طبعا اختلف المؤرخون والمحدثون في تاريخ ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، والمشهور بين علماء الإمامية أنه في يوم الجمعة 20 من شهر جماد الثاني من السنة الخامسة بعد البعثة النبوية وبعد الإسراء بثلاث سنين. وأيضا ما روي عن الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم بالإسناد عن حبيب السجستاني قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ولدت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين. وعن أبي بصير وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولدت فاطمة في جماد الآخر يوم 20 منه سنة 45 من مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وتختلف كما ذكرنا الأحاديث والروايات عن ذلك، وهناك ما ذكره الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه لما ولدت فاطمة عليها السلام: أوحى الله تعالى إلى ملك فأنطق به لسان محمد صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة سلام الله تعالى عليك يا سيدة نساء العالمين. هناك الكثير أيضا من الروايات التي تتحدث حول مسألة الإسراء والمعراج، وكيف كانت السيدة الطاهرة سلام الله تعالى عليها هي حورية أنسية، وهي من أشجار الجنة، يعني هناك هذه ثمرة التفاح كما تروي الروايات. إذن يعني هناك الكثير من الفضائل والمكرمات للسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، يطول الحديث والمقام في ذكرها. نعم، على الأقل بشيء مختصر وببعض الصفات وبعض التجارب لهذه السيدة الجليلة نحاول أن نقتطف من ثمارها ومن خصائصها لننهل من هذا الفيض الذي حل بالزهراء سلام الله عليها من مكارمها ومن شخصيتها. وبهذه الأيام نشهد افتتاح مهرجان كوثر العاصمة ليسلط الضوء على هذه الشخصية الجليلة، وحقيقة سوف نكون مع هذه الأجواء وهذه التنظيمات التي حلت بمناسبة الزهراء سلام الله عليها ومولدها المبارك.